تظاهر موظفو الأجور اليومية في محطات توليد الطاقة الكهربائية بمحافظة الديوانية، وذلك احتجاجا على عدم استلام رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، وطالب المتظاهرون بتثبيتهم على ملاك الوزارة. المزيد في التقرير التالي. نظم العشرات من موظفي العقود والأجراء اليوميين في محطات توليد الطاقة الكهربائية في الديوانية وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بتثبيتهم بصورة رسمية وإعطائهم مرتبات الأشهر الماضية بعد سنوات من العمل الجاد. احنا موظفي عقود وأجور وزارة الكهرباء الممثلة لمحطة نزلاء شرق الديوانية وشمال الديوانية والديوانية الغازية البالغ عددهم 800 موظف، مع النقل والتوزيع تقريبا موظفي عقود وأجور الديوانية وزارة الكهرباء 1600 موظف لم تصرف مستحقاتهم، صار 4 أشهر يعملون بدون راتب ولم يثبتون على الملاك الدائم رغم انهم صار 11 سنه و10 سنوات عقود واجور. صيانه وتصليح ونقل كله، يعني الى متى يبقى هذا الظلم لهذه الشريحه؟ فنطالب دوله رئيس الوزراء ان يثبتنا، وصار لنا فتره ما مستلمين راتب مده 3 أشهر، مع العلم عندنا خبره لا تضاهي الشركات الاجنبيه. المتظاهرون اكدوا على انتظار الوزاره عده ايام وبعدها تنطلق مظاهره كبرى في العاصمه بغداد، أو ترك العمل لآلاف الموظفين، ما يعني توقف المحطات عن توليد الطاقة الكهربائية للمواطنين. حولنا من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية لضمان توفير الرواتب المتأخرة التي استمرت أكثر من 3 أشهر. يوم 28 أكو وقفة في باب الوزارة، ومن حق الطرف الثاني مثل ما مكتوب مع السيد الوزير أن يترك العمل، وهذا شيء واجبي أنا أنه ما عندي راتب وما محترمتني الدولة، فبالتالي سيد الوزير تعال أنت وكادرك القريب إليك، تعال شغل الوحدات الإنتاجية وانطي طاقة إنتاجية للشعب العراقي. الحكومة المحلية رفضت أي تصريح بحجة الأمر متعلق بحكومة بغداد والوزارة، لتبقى معاناة هذه الشريحة المهمة على طاولة المسؤولين من استمرارهم بالعمل أو توقف العمل بمحطات الطاقة الكهربائية.